استقبل فخامة الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تترستان الروسية الصديقة، سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، على هامش فعاليات مؤتمر النفط والغاز التترستاني الروسي. وخلال اللقاء تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والبيئة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين. كما استعرض اللقاء ابرز التطورات والمشاريع الاستراتيجية التنموية في قطاع النفط والغاز في كلا البلدين. بالاضافه الى المبادرات البيئيه الراميه الى تقليل انبعاثات الكربون وازالته بما يسهم في تعزيز امن الطاقه والاستدامه والمحافظه على المناخ كما تم بحث تعزيز الشراكه في المشاريع المستقبليه